جزاكم الله. هذه رسالة من المستمع سعيد عثمان من السودان الخرطوم، بعث فيها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: ما صحة هذا الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله؟ الحديث معروف ومعناه أن من أحسن إليك تشكره بقدر إحسانه، وأما شكر الله جل وعلا فهو واجب، والله جل وعلا يشكر على جميع نعمه العظيمة. الشكر بحق الله نوع من أنواع العبادة، والشكر للمخلوق على قدر إحسانه يكون من باب المكافأة والتشجيع له على فعل الخير. نعم.